يعملوا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على تارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ومدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموا ما يعبدون إلا الله فهو الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله May Allah bless Abdul Qadir. Say Amen. Amen. May Allah bless his family. Say Amen. Amen. May Allah make him a wise of the Quran. Say Amen. Amen. Masha Allah. Masha Allah. Uthman. Uthman.